كوكو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. على اليوم جيتكم بهذه الوصفة، يعني لازم تسيوها البنات. هي وصفة صحية كما راكم تشوفوا، آيس كريم ولا لي غلاس اللي نصنعو غير بلي فخوي وما فيه لا سكر لا كريمة، ويجي روعة ما شاء الله. الو، نحتاجو في هذه الوصفه كما راكم تشوفوا لي بانان ولا الموز اللي كنت قطعته وجمدته من قبل، يعني لازم تجمدوه من قبل. وكان عندي شويه تاع لي فريز ولي فرومبواز اللي مجمدين كذلك. وهنا نحتاجو العسل، يعني جيست باش نقلعوا الحموضيه ولا لاسيديتي تاع لي فريز ولا لي فرومبواز. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا نديرو لي بانان كما قلت لكم لازمهم يكونوا مجمدين، واللي فخاز ولا لي فرومبواز الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا اي فاكهه واحده اخرى اللي تكون عندكم. لو بلوز امبورطون لازم يكون كاين الموز ولا لي بانان، هو كما نقولوا حنايا لو بلوز امبورطون لازم يكون، وسورتو لازم يكونوا لي فروي مجمدين. فوالا كما راكم تشوفوا بعد ما درتهم في المولينكس، تقدروا تستعملوا لو برا هذاك المولينكس تاع البرا، بصوف لازم يكون شويه قوي. فوالا هنا نطحنوا الكل شيء كما راكم تشوفوا. بون سا برون ا بوبري 2 مينوت، وانتم وجدتوا لي غلاس تاعكم وفرحوا وليداتكم. فوالا كما راكم تشوفوا كما صحي، يعني ما من الناس اللي عندهم السكر ولا عندهم ولا صحاب الريجيم ولا يقدروا يستعملوا هاد لي غلاس ونقيين. انا توجور كما نقول لكم يعني احسن من اللي تشروهم من برا بألف مره. فوالا بعد ما طحنتهم يعطي هذه هي لا تيكستور. بون ما بيرسونيلمون البنات انا نحب هاد لا تيكستور كيما هكا، يعني ما يكونش مجمد بزاف وما يكونش ليكيد، يعني هذا هو القوام اللي نحبه انايا. الا كان تحبوا يكون مجمد اكثر ديروه دون زين بواط وعاودوا رجعوه للكونجيلاتور بوندون اون اور ا بوبري واستعملوه، ولكن انا كما قلت لكم نحب هاد القوام. فوالا شوفوا كيفاش يجي روعه، وتقدروا تحضروه كما قلت لكم في 3 دقائق وانتم حضرتوا هاد التحليه ولا ايس كريم، وتفرحوا رواحكم ووليداتكم وصحي. يعني كما راكم عارفين في الصيف اللي فخوي يخسروا بالخاف، يعني من الاحسن تغسلوهم وتقطعوا كل شيء وتجمدوا كل شيء، وكي تحبوا هكا دي غلاس ولا لي جو فخوي ولا عليكم غير تجبدوا وتفرحوا رواحكم وتفرحوا دار دياركم واولادكم. فوالا هنا زدت شويه تاع نعناع من الفوق، جات راهو على البنات. يعني تقدروا تزيدوا النعناع تطحنوه ديريكتومون مع الوصفه يجي اونكور ميو. فوالا البنات نتمنى تسيو هاد لا ريسيت وتخلوا لي كومونتير باش تعطوني الراي تاعكم. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo inchallah. Qarouni ghadi nhabbt lkom une recette wahda okhra ta li ice cream ou les glaces li rou'a rou'a li nhabha ana akthar inchallah. Et puis voilà. Alors à la prochaine, dumtum fi ra'ayatillah wa ma'a salama habibati.